كذوما المدخلين تاعنا، نحب نشكرهم برشا على تواجدهم معنا، ونحب نكونوا كما العاده الاجتماع تاعنا ثري بالدابور، نحبوا رياكتيف، نحبوا تنصحوكم واحنا باش نتكلموا. نبداو بالحليمة الغربي، هي اول مره تجيب حلينا، نحبوا نفرحوا بها برشا، ونسمعوها باش تحكي لكم بسطه على القطاع السياحي في ولايتنا. تفضل الاخت حليمه. أهلا ومرحبا بكم الناس الكل، مندوبية سياحة بنزرت. أول حاجة نحب نرحم على ضيوف اللي جاوا لباردو اللي توفاو في الحادثة الآلية اللي صارت، من مختلف الجنسيات. نتأسفوا برشا الحادثة هذايا كوزارة السياحة وصناعات تقليدية. أنا جيت هنايا حبيت نحكي شوية على المسالك السياحية. شنو ما يعني بالضبط، شنو المسالك السياحية، كيفاش نكون نستغلوهم بالنسبة للصناعات التقليدية. وزادا فما اسم جديد اللي هو وزارة السياحة والصناعات التقليدية، يعني حاجة باهية ما نجموش نفارقوا بيناتهم. دونك المسالك السياحية هي مختلفة، عنا مسالك شاطئية، عنا مسالك ثقافية، عنا دي مونيمون، عنا مسارح، يعني مناطق مهيئة، مسالك مهيئة تتوجد فيها ثقافة كاملة. المسالك هذه نجمو نستغلوها، نعملو فيها الإكسبوزيسيون نتاع البرودوي والمنتوج نتاعنا التقليدي. يلزمنا وحدنا كان فما مهرجان المنقوص في وكان مهرجان ممتاز جدا، معناتها عاملين يكون ما صارش، ما كان فريمون عنده إشعاع كبير، وكان فيه توا لو بوان سبتونتيونيال اللي تعمل اللي توا تعمل تنسجها. اللي باش يولي هو لو بوا لو بلو هو دو لافريك، معناتها باش يولي ديجا تو تسويت فما ديزيفينمون. اما سي فري سي با سا سولمون، عندنا الزون نور تاعنا كل اللي فريمون اكستراوردينير، خلابه ممتازه، فيها حاجات خارق العاده، وكي سو تري شوز اكسبلوتي. نشوف نمشي كيما تسميها تو درجله وكل البلايص هذيك والحويشات، ومعناتها مناطق فريمون خلابه وممتازه وكذا، لكن درت انا هو بون. احنا راهو لافونتاج نتاعنا راهو في مازال باش نقولوا كل صدق. سي فري عندنا روتار في تونس. اوكي؟ لكن اللي نقول فيه في الهم عندك ما تختار كيما نقولوا ليكزومبل. نقول انا اللي بوتيتر اوروزمون اللي ما اون با ايتي اونتاشي بار لو توريزم كي ايتي ابليكي اون توريزم. نقول احنا مازال سي اون ريزيرف. بون ما خدتش حظها، على الاقل اليوم الوقت اللي باش نمشيو لو بوتونسيال اللي عندنا توا اكتويلمون يلزمنا نكسبلوتي في حاجات خارقة العادة، في حاجات معناتها في الديفلوبمون دورابل دو توريزم، في حاجات فيرت، في حاجات اللي توا بور دريني فير دريني لو توريزم. لكن التوريزم دو باز ما عادش ايكولوجي ان بلو دو تايم جوردي. شكون نجيبو؟ عندنا احنا ليتورال 200 كيلومتر دو ليتورال، عندنا مناطق خلابه، عندنا ان شاء الله ربي يسهل في الباريلا ان شاء الله تاخذ في دينها في البدايه باش تجيك غاديكا دابور، معناتها باش تجيب لك ناس معينه راقيه في دونك نخليو احنا التوريزم تاعنا في نوعيه معينه، في نوعيه راقيه، في نوعيه راقيه من كل النواحي. دونك سي اون فافير دو توريزم، سي لو توريزم سيبلي، توريزم دو سيركوي، توريزم دو سانتي كيما قالت سبا، فما برشا حاجات، إلى بوكو تشوز في أو نيفو ميديكال لي للتوريزم ولي للسبورتيف. دونك هذايا راهو لا فوكاسيون دو نوتر ريجيون، سي سا، سي با باش نجيب أنا، راهو المغرب في نحكيو توا ديما نجاحات المغرب راهو كانت قبل، نجيبو أكثر من احنا نجيبو أون فوزي فونيغ دون لو طون 6 مليون دو توريست بار أون. هي تجيب في ثلاث بلاين توريست في العام، لكن هي المدخول نتاعها في ثلاث بلاين إلي تريبل دو نوتر. هكا ولا سي توفيق كنت تعرف المقر علاش؟ على خاطرش سي تان توريزم دو لوكس، سي تان توريزم ناس تجي تمشي تصرف هذيك وتصرف في البلاد، وعندهم لي كرون بالاس اللي تمشي تو لمراكش وكازا والرباط وكذا، معناتها سي دي فيل ولا قادير سي دي فوالا. دونك المشكل فينا احنا نشوفوا اون برادي لا تونيزي، رديناها لو بيي لي تروازيس اللي نعرفوهم لي زونسيان تروازيس اللي هما مالوريزمون هردونا في كل شيء. دونك توا لازمنا اون ريفليشي سور اوت شوز ان اوتر توريزم. دونك شو نقول احنا سي لا سي اون ا ليتا بروت. دونك توا سي اون فا فير دي شوز اون لي فرا في حاجات
معناتها سيبلي هو عينه اللي تتماشى مع الاجيال القادمه ونخموا للاجيال القادمه. نعملوا التوريزم شو اون فا لو فير توريزم ديورابل. ليكو توريزم اللي هي معموله فيه بنزر وعندنا فيه ديزيتود دو شوب دو كوميرس عملت معناتها سيمينار اكسترودينير نشوف لي ريكومونداسيون. فما لا استراتيجي كي تي فات بار ديز اكسبير انترناسيونال زاد لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو توريزم بنزر. دونك راهو عندنا مجالات كبيره. مي شنو هو توا يلزمنا نمشيو في ثنية صحيحة ويلزمنا نتخطاو ما عادش نقعدو نتكلمو سيرمون بالخطابات توا يلزمنا نتحولو للفعل للفعل. هذا هو جي ديكوفير دي شوز اكسترودينار اللي عندنا طاقات وعندنا ابتكارات وعندنا ابداعات اللي فريمون صافي فريمون بليزير معناتها كاليتي اكسترودينار اتولي نيفو اتولي نيفو كو سوا برودري تابي كوراي معناتها كل شيء حاجات فريمون ابداع. الاشكال فين برك وفات الوقت لكن المحل مش يتسخر علاش ما نقولوش نفكروا بعضنا لكن فما امكانيه هما خلي العرض ولي بالمانو اون بو شونجي دو تيم دو طون طون مي علاش ما نخليوش نعطيو فرصه ساعه للناس الكل باش تنجم هي تسال ما نجمش نكون حكر على عباد معينه وبعد اما علاش نفكروا بيسكو الفضاء موجود في منطقة اللي تعج بالناس معناتها سيت اون زون اكسترودينير اي سورتو توا ابارتيغ دو مانتون توا الدنيا باش تعرف معناتها باش يولي أول حاجة يولي اكسبوزيسيون بيرمانون ما عادش ديليميتي حتى التوقيت يا خويا نهز الماكسيموم في التوقيت ونشوفوا صيغة أخرى سي عباد. احنا كقطاع نسجلوهم في عندنا في المندوبية في سجل الاحترافيين ونمتعوهم بوصولات تجي قبل كانت اسمها البطاقة المهنية فيها إجراءات وقع الاستغناء عليها وإلغاءها ولينا توا نعطيو وصول وصل تجي الحرفي المهني معناتها الحرفي شنو لازمو يوفر شهادة في إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة معناتها تثبت من مركز تكوين وإلا التعليم العالي في بالنسبة للمتخرجين التعليم العالي بالنسبه لجماعه البوزار وجماعه الار ام تي دونك هذوك اللي سون ايباني دو باسي ان تيست بالنسبه للتكوين المهني خاطر التيست دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل قبل كان يجتازوه عند الصناعه التقليديه توا ولا معناتها عنده قرابه توا 6 سنوات يقع اجتيازه عند التكوين المهني ياخذوا شهاده في اثبات الكفاءه المهنيه وبعد يجيونا الاداره يتحصلوا على وصل تسجيل حرفي اللي به هو ينجموا ينتفعوا بالامتيازات اللي قالت عليهم الاخت دونك يحلوا الباتين ده اللي به هو ينجموا ينتفعوا يسجلوا روحهم في السيناساس اذا كانوا ما يصبوش على روحهم سيناساس دونك يصبوا على روحهم به هو ينجموا يشاركوا في المعارض معناتها بتاع الصناعه التقليديه اللي ضروري معناتها يستظهر بالوصل التسجيل الحرفي وسنا بالنسبه للصالون الابتكار في الصناعه التقليديه بون شرط زاد اخر شرط عليهم الباتين ده معناتها ولا الحرفي اضافه الى وصل تسجيل حرفي لازم يكون عنده مهيكل لازم يكون عنده الباتين ده باش نجم يشارك في صالون الصناعه التقليديه. المشروع يلزمه حاجات مثلا انا في الكوتور يلزمني طراز يلزمني اوفريير يلزمني برشا عباد الكوما باش نعرفهم من هنا انا نتشاركوا مع بعضنا ونعملوا اليد في اليد ونعملوا مشروع باهي يعني يكونوا كيفاش بالكامل وان شاء الله نعودوا يعني سوغ ملي المشروع هذاك باش يقدم خاطر كيما قلنا يد برك ما تصفقش ويلزم المونتاليتي مش نتاع انا برك نحب نخدم انا برك نحب نخدم يلزم باسمي الحاجه هذيك لا نتعاونوا ونعملوا حاجه ان شاء الله يلزم في بوا يعني يلزم توريستيك الوغ ريزيدونس كيما ريزيدونس لون هكا اول حاجه يستقطب ناس لي ريزيدون تاع لوتيل وحتى الناس اللي من برا حتى معناتها عبيدنا احنا الكويت في الاسباس هذاك نجمو احنا نرجعو ان اسباس ديكوزيسيون كو سوا لي برودوي كوزميتيك اباز ناتوريل على برشا تاع الجزال تاع الارجيل فيغ تو سكي برودوي كوزميتيك ابيمون زاد تراديسيونيل. عملو دي ستوند هذيك نجمو نعرفو بال معناتها الناس الكل اللي هنا ينجموا يتفاهموا دي ستون دي ستون مع معناتها مندوبية السياحة وكل شيء و اون في ان سيركوي غاديك يولي يدخل من باب المدينة وديريكت على اليسار غاديك فما كتطلع منين يطلعوا
ويولي غادي معناتها دي ستون دي ستون العباد تمشي تقدم الغادي كسير لو شون ويكونوا ستون موديلابل معناتها جوست معناتها بيريود الربيع والصيف للي بعد هيك معناتها بشويه بشويه تولي معروفه تنجم تكون بدايه معناتها. يحب يعمل معناها مشروع ديجا معناها يبدا على قاعده صحيحه مش انه يقول البري هي الحل لا لازم يمشي فما ديمارش يمشي فيه باش يكون النتيجه معناها اللي يحبها يوصل لها. ونحب نشكر زيدا بصفة خاصة كيف الإدارات وأعوان الغرفة التجارية على الاستقبال الرائع اللي ديما عاودونا به يعطيهم ألف صحة. توا باش نحكيو على إجراءات الحصول على المعرف الجبائي ولا الكارت ايدونتيفيكاسيون هذيك اللي معروفة بالباتين ده. وباش نشوفوا بعض الامتيازات اللي خاولهم باش نشوفوا الامتيازات اللي منحولنا القانون التونسي الجبائي فيما يخص قطاع الصناعه التقليديه. مش يكون مفتوح بصفه دائمه سي فوزي معناتها نتصور الصعيد للحرفيين